نروح لموضوع تاني فيه اهتمام كبير جدا ببرامج الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، وخاصة ملف تكافل وكرامة. امبارح وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن أن السيدات بيحصلوا على 14 مليار جنيه سنويا من تكافل وكرامة، ده غير الدعم الخاص بالمرأة المعيلة والسيدات ذات الإعاقة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتور صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ هدير، صباح الخير عليكم جميعا. اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نعرف عدد الاشخاص اللي بيحصلوا على تكافل وكرامه تقريبا كام؟ عدد الاشخاص يعني المواطنين اللي بيحصلوا على تكافل وكرامه 14 مليون مواطن مصري، من ضمن يعني المسجل على القواعد بيانات تكافل وكرامه 33.5 مليون. احنا بالنسبه لنا بنتعامل معاهم بتدخلات مختلفه، دعم نقدي وفي تكافؤ فرص تعليميه وتكافؤ فرص صحيه، بالاضافه ان تدخلات سكن كريم لتحسين مستوى معيشه الفرد، ان احنا هدفنا الارتقاء بمستوى معيشه المواطن المصري سواء من تدخلات في محور التعليم او تدخلات في محور الصحه او المستوى المعيشي اللائق. اللي بيستفيد من الشريحه الاولى اللي هو الدعم النقدي 14 مليون مواطن مصري. عظيم. طيب انا عايز اسال حضرتك، ازاي بتتاكدوا انه الاسره دي تستحق تكافل وكرم؟ هل في شروط معينه علشان الناس يعني تصرف المبالغ المقدره ليها من تكافل وكرامه؟ استاذ هدير، زي ما يعني سابقا شرحت ان تكافل وكرامه هو بيتعامل مع 33.5 مليون المسجلين على قواعد البيانات، بيتعامل معاهم بمنهجيات مختلفه. المنهجيه اللي هو الاولى بالرعايه فيهم اللي هو ال 14 مليون بيتعامل معاهم بدعم نقد مستمر اللي هو الشهري. وبقيه ال 33.5 بيتعامل معاهم بتكافؤ فرص تعليميه او صحيه او سلات غذاء، زي ما حاليا بيتم داخل وزاره التضامن الاجتماعي بالتعامل مع بنك الغذاء في سلات غذائيه بتصل للي هو اللي خارج المستفيد من الدعم النقدي. اللي احنا ازاي بنتحقق ونصل لدول ال 14 مليون؟ طبعا عشان نقول مين اللي هو في الشريحه الاولى لابد ان احنا نحط شروط ومعايير عشان نقدر نميز ما بين ال 33.5 المسجلين. في 17 معيار عشان نقول مين في أسرة تكافل اللي هو مستحق معانا. أول معيار فيهم إن الأسرة اللي هي لديها أطفال لا تملك نصف فدان في أكثر أراضي زراعية، لا ما بيزرعش في أكثر من فدان، ما عندوش معدات ثقيلة تدر للدخل الكبير، ما عندوش وظيفة حكومية ثابتة، ده بالنسبة لأسرة التكافل، ما عندوش أصلا سفر للخارج، ما عندوش ملكية سيارات، ده بالنسبة لبعض المعايير 17 أو 18 اللي بنفرق بيهم بين الأسرة أو الشريحة الأولى اللي هي الاستفادة من الدعم النقدي والشرائح الأخرى اللي وزارة التضامن بتتعامل معاها اللي هي اللي فوق ال 14 مليون. ده عظيم جدا. بالنسبة برضه للمعاقين، وزارة التضامن بتنظر للمعاق يعني بشكل يعني كبير جدا. احنا عندنا المعاق ليه معايير أخرى مختلفة، ان هو يكون متوسط نصيب دخله من اسرته يعني لا يزيد عن 1350 جنيه، ولكن لو نصيبه من دخل اسرته اقل من 1350 جنيه هو مستفيد معانا من مساعده كرامة. بمعنى يعني لو الاسره ثلاث افراد او خمس افراد والاب والام موظفين يعني اجمالي دخلهم الاثنين 5000 جنيه وهم خمس افراد، يبقى متوسط نصيب الفرد 1000 جنيه. في الحاله اللي زي دي لو عند اسره مستحب. فيها اثنين موظفين وابن معاق، لا الابن المعاق مستهدف معانا ويستفيد من مساعده التكافل. طيب ده عظيم جدا. البرنامج تم اطلاقه امتى؟ ومنذ ان تم اطلاقه ولحد دلوقتي الموازنه بتاعته كانت كام في البدايه لحد ما وصلنا الى هذا الرقم؟ بداية البرنامج تم إطلاقه في 2015 بناء على القرار الجمهوري اللي هو 15 لسنة 2015، تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وكان الموازنة بتاعته كانت 3.5 مليار جنيه، وكان المستهدف والمستفيدين من تكافل وكرامة في 2015 ما يقارب من 63,000 مستفيد. زادت الموازنة بالتدريج على مراحل وصلت لأكثر من 5 أضعاف في 2018، وصل المستفيدين من تكافل وكرامة لمليون و800 ألف أسرة مستفيدة، وكان الدعم واصل لما يقارب يعني 15 مليار. وصل الدعم حاليا في الوقت الحالي لما يقارب 20 مليار جنيه لميزانية تكافل وكرامة، وصل المستهدفين لما يقارب 4 مليون أسرة مستفيدة. طبعا الزيادة يعني زيادة كبيرة جدا في مدار
من بداية انطلاق البرنامج حتى الآن تفوق عن 5 أضعاف أو 6 أضعاف ماليا وعدديا طبعا. طيب يا دكتور، هو الأسر ممكن تجمع بين أكتر من يعني برنامج، يعني تاخد أكتر من برنامج زي تكافل وكرامة وغيره؟ أيوة، الأسرة طبعا إحنا بالنسبة لنا مش يهمنا إن إحنا بندي الأسرة نوع واحد، إحنا بنشتغل على الأسرة مجموعة تدخلات مختلفة. أول شيء بالنسبة للأسرة التكافل، لو كان لديها فرض كرامة فهي بتجمع ما بين تكافل وبين كرامة، إن كرامة برنامج بيستهدف يعني ذوي الهمم ويستهدف المسنين ويستهدف الأيتام. طب الأسرة اللي هي تكافل لو كان فيها حد من دول بيجمع طبعا يعني مباشر ما بين كارت تكافل وكارت كرامة، بالإضافة إن بيجمع ما بين الخدمات المختلفة اللي هي تكافل الفرص التعليمية وتكافل الفرص الصحية. البرنامج بدأ يعني من إن دلوقتي يوفر تكافؤ فرص تعليمية في الجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية وجامعة زويل وجامعة مصر. في تكافؤ فرص دلوقتي تعليمية لأسر تكافل وكرامة، إن الطلبة المتفوقين الحاصلين على يعني ما يفوق عن 85% فأكثر دول بيتم التحاق سنويا مجموعة من تكافل وكرامة بالجامعات الخاصة مجانا. عظيم. طيب دكتور، هل من المتوقع زيادة الأسر خلال الفترة اللي جاية؟ هل مثلا ممكن نستعين بقاعدة البيانات اللي موجودة عند حياة كريمة؟ هو بالنسبة لنا أستاذ محمد إحنا وصلنا للمستهدف بتاعنا، يعني كان المستهدف للتكافل وكرامة إن يصل ل 3,200,000 أسرة، إحنا دلوقتي واصلين لما يقارب 3,800,000 أسرة. عظيم. إحنا بالنسبة لنا إيه اللي بيتم؟ دلوقتي في نتيجة الدراسات والتحققات الميدانية المكثفة اللي بتم في الارض الواقع الميدان والربط الشبكي، بيتم تنقيه الاسر التي ظروفها تحسنت. في اسر طبعا ما كانش ليه مصادر دخل ثابته، ما كانش ليه ممتلكات من اللي احنا بنقول عليهم، نتيجه التحققات المستمره بننزل الاسر طبعا ظروفها تحسنت، بقى وضعها افضل، يعني حصلت على مصدر دخل ثابت بالنسبه لها. ففي الحاله اللي زي دي بنعمل تنقيه للبيانات بشكل مستمر وبشكل دوري، بيخرج مجموعه بتدخل مجموعه اخرى طبعا، وفي القريب العاجل ان شاء الله في مجموعه داخله بامر الله عز وجل. دكتور ياسر، هل الكلام ده بيبقى ليه علاقه مثلا بالاشاعات اللي سمعناها مثلا عن توقف معاش تكافل وكرامه عن اسر معينه قبل كده، او حقيقه الكلام ده؟ هل ده ليه علاقه بانه حضرتك بتقول في اسر دخلها بيتحسن فبتخرج وبدل منها بتدخل اسر اولى بهذا المعاش يعني؟ حضرتك احنا بالنسبه لنا ما فيش برنامج تكافل وكرامه، ده برنامج قومي ومستمر ومش هينقطع طبعا، ان هو برنامج بيستهدف الاسر الاولى بالرعايه وبرنامج من ميزانيه الدوله. احنا بالنسبه لنا للتحققات دي مستمره منذ بدايه البرنامج وليس من الان. التحققات بتتم بشكل دوري منذ بدايه البرنامج. احنا اثناء التحققات حد مثلا سافر للخارج وبقى ليه مصدر دخل ثابت، حصل اشترى معده ثقيله وبقى دخلها كبير يفوق المبلغ المطلوب. ففي الحاله اللي زي دي احنا بنقول له انت بقيت في الشريحه الثانيه مش في الشريحه الاولى. احنا ما بنرفضش اسر تكافل وكرامه بتاتا، ولكن هو مسجل على قاعده البيانات وهو ابن الدوله، ولكن موضوع الاستحقاق النقدي في اسر اولى بيه من الاسر الثانيه. صحيح، مساله غايه في الاهميه. في ارمله عندي او مطلقه او مهجوره العائل او اسره مسجون او مسن او عاجز، هؤلاء اولى بالدعم النقدي واولى بالاستحقاق في الشريحه الاولى، ولكن الشرائح الثانيه احنا بنتعامل معاهم بطرق مختلفه ما بنسوش، بالتنسيق طبعا مع الجامعات الاهليه وبرامج الوزاره المختلفه. كل شكر ليك يا فندم الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامه في وزاره التضامن الاجتماعي. الحقيقه يعني نقط مهمه هو وضحها، يعني لما اتكلم انه كل فتره بيكون في دراسات ميدانيه عشان نشوف الاسر اللي بتستحق، ولو في اسر بالفعل بتحصل على معاش تكافل وكرامه من خلال هذا البرنامج لكن دخلها تحسن، بيرفع عنها هذا الدعم وبيروح لاسره ثانيه، او في اسره ثانيه بتدخل لهذا البرنامج. بدانا ب 63,000 مواطن، شوف دلوقتي وصلنا لكام، بنتكلم في 4 مليون اسره مستفيده من هذا الدعم. ونقدر كمان، او في اسر ممكن تاخد اكتر من معاش في نفس الوقت طبعا، لو في زي ما قال الدكتور ياسر لو في ارمله، لو في حد زوجة مسجون وفي نفس الوقت عندها ابن من ذوي القدرات الخاصه، فده دعم وده دعم اخر مستقل. وقال كمان نقطه مهمه جدا في مساله انه الاسره اللي بقت ظروفها احسن شويه ما بتخرجش تماما بره تكافل وكرامه، هي بتتنقل لمرحله ثانيه، ودي نقطة مهمة بنساعدها بس بطرق تانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. فمسألة الشائعات اللي كانت بتخرج وإنه في أسر بيترفع عنها معاش تكافل وكرامة، الموضوع ما بتبقاش دي حقيقته، بيبقى يعني
ليه أسباب تانية موجودة نتيجة لمسألة أنه نكون موجودين على أرض الواقع بنشوف الأسرة اللي قدمنا لها المساعدة أو هذا الدعم أخبارها بقى إيه دلوقتي، لأنه في ناس تانية محتاجة. فمسألة أنه يكون في معلومات دقيقة ويحصل تحديث لقاعدة البيانات ده مسألة غاية في الأهمية الحقيقة، يخلي الدعم يصل لمستحقيه، وأعتقد ده اللي يفرق مع الناس كلها.